أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز بالنتائج المالية الممتازة التي حققتها الشركة في عام 2021. نعم، جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس الإدارة للمصادقة على التقرير المالي السنوي للشركة بحضور وموافقة جميع أعضاء المجلس. وقد اطلع سموه خلال الاجتماع على تقرير الإدارة التنفيذية الذي تناول آخر مستجدات وتحولات الشركة القابضة للنفط والغاز، بالإضافة إلى خطط فريق الإدارة والتطورات في عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تديرها الشركة، مثل برنامج تحديث مصفات بابكو، بالإضافة إلى مستجدات أعمال البحث والتنقيب المنفذة من قبل شركة تطوير للبترول. وتم الإشارة للأداء المالي المتميز للشركة والذي يأتي كنتيجة كفاءة الإدارة وجهود خفض المصاريف، بما في ذلك تعافي قطاع الطاقة على المستوى العالمي. وقد أثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على التطور الحاصل في مختلف جوانب قطاع الطاقة بمملكة البحرين، مشيدا بالجهود التي تبذلها الشركة القابضة للنفط والغاز والشركات التابعة لها لتحقيق التوجهات والرؤى في هذا المجال الأساسي. أكد سموه على متابعة السعي لرفع الكفاءة الإنتاجية للشركات المشغلة، بما في ذلك الالتزام بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة. كما أشار سموه إلى تميز دور الشركة القابضة للنفط والغاز في الارتقاء بالاستثمارات وتطوير القطاع باعتباره محفز رئيسي للنمو الاقتصادي للمملكة.